السابعة مساء الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، اتفق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض لأسعار السلع ب 15% و 20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، ووجه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت. ومن جانبهم أكد التجار على تنفيذهم توجيهات الرئيس السيسي بخفض الأسعار، وأعلنوا أن سلع الزيت والفول والعدس والأرز انخفضت أسعارها. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار. أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة. وخلال اجتماعه مع وفد مجلس النواب الأمريكي، أكد مدبولي أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها. كما شدد رئيس الوزراء على حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصداقية المنظومة العالمية أضحت على المحك بالنظر إلى عجزها التام على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف في كلمته أمام أعمال الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في جنيف، أضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض حاليا لجريمة مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة تستهدف إبادته وتهجيره قسريا خارج أراضيه وتصفية قضيته العادلة. استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومي 24 و25 من مارس الجاري في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة. كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة. وخلال لقائه نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في القاهرة، جدد شكري رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. كما أكد شكري على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت. من جانبها أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.
يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. بكامل طاقتها استنفرت الدولة أدواتها وأجهزتها للوقوف بجانب المواطنين في ظل أزمة تشتد كل يوم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد لقاء موسعا مع المصنعين والتجار لتطبيق مبادرة لخفض الأسعار على أرض الواقع بشكل يشعر به المواطنون جميعا. المواطن المصري استقبل يعني أخبار صفقة رأس الحكمة وبعدين الاتفاق مع الصندوق والاتحاد الأوروبي، وشايف الأرقام الكبيرة اللي بقت موجودة في العملة، فلسان حاله عمال يقول طيب امتى الكلام ده بقى ألاقيه في انخفاض الأسعار. والحقيقة يعني أنا قعدت مع الزملاء ومع كل الجهات، وكان الحاجة الوحيدة اللي بدأت كانت كخطوة لموضوع يعني قالوا هنخفض الأسعار كان الزيوت، وطلعوا بمبادرة في قبل بداية رمضان أو في أول رمضان وإحنا بنفتح المعرض بتاع أهل رمضان وقالوا هنخفض 20%. غير كده مع كل الاحترام المواطن حتى هذه اللحظة وإحنا قاعدين بيصرخ من الغلاء والأسعار، ده في بعض السلع كمان زادت أسعارها، زادت حتى بعد ما الدولار نزل بنسبة 50% و40% من القيمة اللي انتوا كنتوا بتسعروا عليها. فالمواطن بيقول طب هو امتى الأسعار هتنزل؟ وأمام المصنعين والتجار تحدث رئيس مجلس الوزراء بلسان حال المواطنين الذين يعانون من جراء الأزمة. والأسعار لما كانت بتزيد في اليوم الواحد مرتين وثلاثة، هو دي كانت مرتبطة بسايكل؟ لا، ما كانتش مرتبطة بسايكل. وحضراتكم يعني معلش انا مش بستنى تقارير، انا بنزل بنفسي بشتري حاجات بنفسي، فببقى شايف الاسعار بتزيد من اسبوع لاسبوع قد ايه. في حاجات كانت بتزيد بالخمسين والستين في المية في اسبوع، وانا عارف انا بقول ايه يعني. طب هو زاد في السوق، في السوق السوداء بالخمسين ستين في المية؟ لا، بس هو خلاص هو بقت عجلة دايرة او بروسس اسكليتنج، وانا زود وانا زود، لان كل خلاص ما هو بيقولك البنك المركزي مش قادر يدبر، وبالتالي خلينا نسعر اللي يقول 100 جنيه واللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يقول كذا. فطيب طب كل ده في ظل ان ما كانش في توفير للعملة. النهاردة الحمد لله الامور استقرت، وان شاء الله هتفضل مستقرة، وان شاء الله هتفضل مستقرة وربنا يعيننا والأمور تفضل ماشية بالطريقة الجيدة. طب الأسعار لازم تنزل، والأسعار تنزل بقى مش أنزل 5% و3%، لا، هو زي ما زادت الأرقام الفلكية دي كلها لازم تنزل، ما هي لازم تنزل وتنزل بأرقام معتبرة عشان المواطن يبدأ يحس يبقى عنده أمل إن الدنيا بجد في حاجة إيجابية بتحصل على الأرض. حضراتكم خدوا بال حضراتكم، التضخم الهائل الغير مسبوق اللي عمره ما حصل في تاريخ البلد دي بسبب السلع الغذائية وبسبب السلع الأساسية اللي بصورة أو بأخرى حضراتكم مسؤولين عنها، هو ده اللي سمع في كل أرقام التضخم الفلكية. وأرجو من حضراتكم تاخدوا بالكم، نتيجة لكده اضطر البنك المركزي كإجراءات أنه يرفع 8 نقط، هو غصب عنه عشان يحاول يزبط التضخم،
يوقف التضخم. ولم ينس رئيس الوزراء تذكير التجار والمصنعين بأن الحكومة قد أدت ما عليها لتصبح الكرة في ملعبهم لخفض أسعار السلع. احنا كان دايما بيبقى المشكلة البضائع متراكمة والبضائع محدش بتخرج لان مش لاقيين دولار وبندبر دولار، ونتيجة لكده اضطرينا نلغي القرار بتاع المدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة تقديرا لان انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار، فقلنا ما فيش حاجة اسمها نصادر البضائع والكلام ده كله. طيب ايه اللي حصل النهاردة؟ اخر لقطة شفناها النهاردة الحكومة خلصت هي والبنوك اجراءات لبضائع بكام يا فندم؟ كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي 3 وشوية او 5 وشوية، انا بتكلم على الفترة الاخير، 4.5. اللي خرج بضاعته 2.5 او 2.8. طب في حوالي بضائع موجودة في المواني ب1.7 او 1.8 مليار دولار، ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك. طب الناس مش عايزة تروح تاخده ليه؟ قالوا اصل هم مستنيين الدولار ينزل تاني اكتر فيروحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل، فيبقى هم كده يكسبوا اكتر. حضراتكم انا وجهت النهاردة المالية تنزل تصادر كل الكلام ده، هيطبق عليه القانون، هرجع اطبق تاني المهمل والراكد. انا خلصت اللي عليا، انا كدولة كان عليا قبل كده فعلا احنا غلطانين ومقصرين مش عارفين ندبر عملة. طب انا مدبر والاجراءات خلصت والورق خلص، صاحبها مش عايز يروح يفرج عنها ليه؟ لك تقعد شهر، ما انا الحكومة مدياني شهر ما ادفعش غرامة ولا ارضيات، استنى لغاية لما الدولار ينزل كده يمكن ينزل له كمان 3-4-5 جنيه، عملت انا المكسب ده كمان برضو وخرج الحاجة بالرخيص. يعني هل ده منطق؟ والبضائع تفضل موجودة وممكن يبدأ يحصل نقص في السوق لأنه مش عايز يخرج البضائع. يعني ممارسات أنا آسف أقول مش عارف أوصفها بإيه. بناء على الاجتماعات اللي تمت سواء من بيننا أنا وزير الصناعة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعة، وما تم الاتفاق عليه على إن إحنا حتى لما هننزل الأسعار نتيجة التكلفة اللي بتقل هيتم تنزيلها فوري واستيعاب الفروقات اللي موجودة في السلعة بالنسبة للموزعين السلع اللي عندهم. بالإضافة أن كان أهم نقطة وأعتقد في مجموعة من السلاسل موجودة، أن احنا قعدنا امبارح مع كافة السلاسل والسلاسل الرئيسية واتفقنا ان الموضوع هيكون السعر القديم قبل المبادرة موجود ومشطوب ومتنزل السعر لا يقل عن 15-20%. هذا ما تم الاتفاق عليه دون النظر لان الصناعة قد تستطيع انها في بعض الحاجات صناعة تقدر، يعني بعدين حضرتك الفول والعدس لازم ينزل اكتر من 20% مفضل، لازم ينزل أكتر من 20%. فإذا عندنا حاجات تستطيع أن تنزل 20% وحاجات المكون قليل فتستطيع أقل، إنما المارجن اللي هو زي ما دولة رئيس الوزراء تفضل وقال اللي السلاسل قلنا في السلع الأساسية مش هندخل في الموضوع ده وهنيجي على نفسنا والبضاعة هتتباع بالتخفيض اللي هنتفق عليه. هنا أبدى الحاضرون تضامنهم مع مبادرة خفض أسعار السلع وأعلنوا الاستجابة لنداء الدولة. احنا إن شاء الله وفقا للكلام الصعب اللي سمعناه خلال الأيام الماضية كلنا هنتضامن على أساس إن المواطن يشعر خلال الأيام القليلة القادمة بفرق في مستويات الأسعار يحس به المواطن الطبيعي. وحسما للقرار وجه رئيس مجلس الوزراء فرق المتابعة بالنزول إلى أرض الواقع لمتابعة ما يتم من خفض للأسعار. احنا عندنا فرق المتابعة بتاعت المجلس تنتشر وبالصورة تجيب لي من الأفرع بتاعت السلاسل كلها على مدار اليومين 3 الجاية، يتقال لي ده فرع كذا في المدينة الفلانية ادي الاسعار، فرع ده انا عايز تقرير كامل بالصوت والصورة
على مكتبي على مدار اليومين الجايين. نزلوا الناس كلها ومعهم موبايلاتهم يصوروا ويورونا الكلام ده على الأرض بيحصل إيه. وحضراتكم أنا عايز يبقى عندي تقرير يا دكتور علي يومي على الانخفاضات اللي بتحصل، ومش على يعني أنا آسف أحيانا بيبقى نظري، وكنت دايما أقعد أجادل معاكم، يتجالي يقول لي أهو الرقم أنزل أنا ألاقي حاجة تانية خالص في المحلات، وأقعد أكلمكم بالتليفون أقول لكم أنا في الفرع الفلاني، يتقال لي أه أنت قصك أنت نازل في السوبر ماركت فلان اللي هو بتاع الأغنية. طب يا فندم حاضر، هسيب السوبر ماركت بتاع الأغنية أروح للحاجات العادية ألاقي نفس الأسعار، طب يعني أعمل إيه؟ يتقال لا انسى السلاسل، روح أصل الأسعار دي موجودة في الصعيد مش في يعني. طب يعني احنا عندنا ربع عدد السكان موجودين في القاهرة الكبرى مش كده برضو ولا أنا غلطان؟ لما يعني ده لوحده انعكاس لبقية البلد، لما انزل في اي حتة في القاهرة المفروض الاقي التخفيض ابتدى يحصل. وبشكل حاسم طالب رئيس الوزراء بنزول الاسعار من الغد بنسبة تبلغ 15 إلى 20% من بكرة، ويتقال الارقام اقل تخفيض هيبقى ايه وبنسبة قد ايه، ده اقل حاجة. والكلمة اللي حضرتك قلتها انا لو عليا هقولك ما يقلش عن 30، انما انتوا حضراتكم تقولوا لا نبدا ب 15 20، خلاص انا همشي مع اللي قاله احمد بيه، احنا هنمشي متدرج لغايه ما نوصل للعيد، نوصل للرقم اللي انت بتتكلم عليه ماشي، لكن من بكره الاقي 15 و20% تخفيضات بتحصل. بجانب المواطنين تقف الدولة بكل إمكانياتها لتوفير الحياة الكريمة لهم، فعندما تطلبت الأزمة تدخل الدولة وجد المواطن الدولة بكل أجهزتها بجانبه للعمل على خفض الأسعار التي أرهقت كاهلاً.